مهمة نقولها لك. الحاجة الأولى الحضور محاضرات. لاحظ في طلبة ما يحضروش المحاضرات على الإطلاق، يعني في طلبة تخرجوا من كلية صيدلة عمرهم ما خشوا مدرج ولا سافوا شكله، صح؟ هادو ما بيتعثروا في دراستهم لا شك، لأن المحاضرة مهمة. مهما كان المحاضر سيء، مهما كان لازم الإنسان لما بيحضر المحاضرة بيتعلم شيء، مهما كان بيتعلم شيء من المحاضرة، أوكي؟ فهذه أول حاجة، أن الواحد لازم يحضر المحاضرات، ما يعتمدش على التسجيل، لأن التسجيل غير المحاضرات، واضح كلام؟ تاني حاجة، هذه نصائح نقولها لكم، you have to remember always، حتى إن شاء الله في المستقبل. تاني حاجة، دراسة أول بأول، lecture by lecture. في ناس تأجل فيها إلى الميدتيرم، لما يجي الميدتيرم تقرأ المادة، وتأجل الباقي إلى الفاينل، لما يجي الفاينل تقرأ المادة. وبعدين يجي يقول لك يا دكتور انت اعطيتونا 3 ايام في الفاينل كيف تبوا نقروا الماده؟ لا يا حبيبي، 3 ايام هادو مش لقراءه الماده، هذه لمراجعه ما قريتها. بس القراءه الفعليه امتى تحصل؟ خلال السنه الدراسيه، واضح؟ فتاني حاجه نقطه مهمه زي ما بقول لكم، دراسه محاضره بمحاضره. ليش؟ لان كل محاضره بتعتمد عليها شنو، زي ما حتشوفوا ان كل المحاضرات عباره عن سلسله. لو فهمت المحاضرة الأولى تلقى المحاضرة الثانية سهلة، المحاضرة الثالثة سهلة. لو سلسلة هذه انقطعت في واحدة المحاضرات حتلقى نفسك تايها، واضح الكلام؟ فنصيحة تانية، أقرأ أول بأول. النصيحة الثالثة بعد الدراسة، أنك أنت لازم you have to read the subject at least twice، مرتين تقرأها، مرة للقراءة والاستيعاب، والمرة الثانية للحفظ لميمورايزنج. في حاجات you have to memorize، في حاجات لازم تحفظيها، تفهميها الأول وبعدين إيش تحفظيها. أسماء الأدوية، المجاميع الدوائية، أسماء العلماء، أسماء التجارب العلمية، لازم تحفظيها. لما نقول فينكلمان بريبيريشن ما فيها فهم، صح؟ لازم تحفظي فينكلمان، what does it mean فينكلمان بريبيريشن for example، واضح الكلام؟ معناه you have to memorize، okay؟ فالقراءة لازم تكون مرحلتين، المرحلة الأولى الاستيعاب، إنك تستوعب المادة، المرحلة الثانية إيش؟ للحفظ، إنك أنت you have to memorize certain facts. رابع حاجة والأخيرة، الحاجة اللي بنصحكم بها خلال المحاضرة، إنك أنت you take your own notes، okay؟ اللي نقوله حاولي you take your own notes. إحنا عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة نعاني منها جميعا، مش طلبة الجامعات، حتى من المتخرجين، إن they don't know how to take their own notes. هذه السكيلز، هذه المهارة، هذه يتعلموا فيها من الابتدائي في العالم الخارجي، انه كل انسان لما يجي حد يكلمه يقعمز وياخذ ايش his own notes، سواء مدرسة سواء مديرة سواء المشرف عليه whatever، صح؟ يقعمز تلقيه وياخذ ايش their own notes. This is a skill، مهارة، والمهارة هذه مهمة، لانه ما فيش حد حيستوعب كل الكلام اللي انقال في لحظة واحدة، واضح؟ ولما تكتبي انت you use three senses، لما واحد يكتب حيستعمل 3 حواس، صح؟ شن هم الحواس؟ حاسة السمع، وحاسة النظر، وحاسة الكتابة. معناه تصوروا الدماغ شن حيشغل، بدل ما شغل بليون خلية حيشغلها بكم خلية؟ 3 بليون. معناه التعلم حيكون أسرع وأكثر ولا أقل؟ أكثر، شيء طبيعي، تعلمك حيكون إيش؟ أكثر. فلاحظت الناس اللي تكتبوا دي write their own notes، مهما كانت your own notes، when you write your own notes تلقي نفسك استيعابك ايش زاد. وكذلك لما تحاولي تكتبي التركيز خلال المحاضرة يكون أكثر، لأن لما يكتبش يسرح في أي شيء ما، صح؟ يسرح دقيقة، يسرح 2، يسرح 3، يولي المحاضرة يلقى روحها انتقل مرحلة مرحلة، مش فاهمش اللي يقول فيه المحاضر، صح؟ فلو لكن لما تكتبي بتركزي، لما بتركزي معناها حتلقي نفسك مستوعب المحاضرة كلها، واضح الكلام؟ هذه نصيحتي لكم، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله you'll make it very, you'll find it very easy.